السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، يا هلا والله بالمشتركين الغالين، يا الله نتحييهم وأبشركم تعدينا 100,000 مشترك على اليوتيوب. الله يوفق ويسهل، وشكرا لكم على دعمكم وما قصرتوا. اليوم جايبين لكم فيديو بإذن الله، وكثر عليه السؤال وكثير على السناب. عبد الرحمن سوى التقرير، عبد الرحمن زين، وابشروا وابشروا. أنا ليش طولت عليكم؟ علشان آخذ المعلومات كافية وأعطيكم فيديو من الآخر. أولاً هذا سنابي عندكم الآن، أضيفوني الله يحييكم في كل جديد، وفيه يومياتي ورش وشغل وكل شيء. فيديونا اليوم يا شباب عبارة عن يوم فكيت الدفع الرباعي. وش فرقته يا عبد الرحمن؟ هل هو زين؟ هل هو شين؟ وش فيه؟ ما فيه؟ تنصح؟ ما تنصح؟ أبعطيكم اللي شفته كله في خلال 6 شهور، ما فكيته أمس، من قبل 6 شهور أو أكثر. وهذا فيديونا اليوم إن شاء الله، وراح نعطيه وإن شاء الله نحن نفيدكم باللي نقدر عليه. ولا تنسون الاشتراك واللايك. بسم الله يزن القاعدة على النفوت. طبعا يا شباب أنا فكيت الدفع الرباعي وكنت متردد، وكل كثير الحين اللي بيشوفون الفيديو هذا نفس شغلي قبل، مترددين ليش؟ هل هو يخرب الكورونا؟ ما يخرب الكورونا؟ وش الوضع؟ ما الوضع؟ وش شفته فيه؟ والله يقولون إنه يفرق البنزين، واحد يقول لا ترى مو بفارق واجد، ويخف عندك الرساوة بيقل. طبعا يا شباب فك الرباعي أنا بعطيكم إيجابيات وبعطيكم سلبيات، وكلش له إيجابيات وسلبيات. فك الرباعي يا شباب أنا أنصح الواحد متى يفكه؟ إذا عدى موتر 300,000، يعني مش موترك فوق 300 يفكه. ليش؟ لأن الآن تخيل وأنت تمشي عادي الكفرات تدور معك اللي قدام العكوس، فيقلل من عمر العكوس، يبغثك بالتهاريب وياكل كفراتك، تمام؟ ياكل الكفرات. موترك صار قديم، ما عنده زي أول جديد يتحمل، خلاص الموتر صار يطلب. يعني الآن اللي صار الدفع الرباعي موجود عندك وموترك ماشي فوق 300,000، عكوسك يوم إنه الموتر الجديد مين بنفسه يوم ماشي 300، أصوف كذلك، وكل شيء في الموتر خلاص نقص عمره، ما عاد يتحمل، في بغثك كل يوم صوفة، كل يوم صوت، كل يوم مدري وشو إلى آخره، غير أكلة الكفرات. هذه الآن من الإيجابيات إنك تفكه علشان تبعد عن موضوع الصوف وكل شيء يقل عمره، عشان تفتك من قولة خرب ما خرب. أنا فكيت الدفع الرباعي الآن، نتكلم عن صرفية البنزين. هل البنزين فرقته يا عبد الرحمن شيء واو؟ لا، ترى فرق بسيط يا شباب، ما تجي ولا 20 كيلو، ترى كلها فرق الرباعي عن أنك فك الرباعي 20 كيلو زيادة فقط، أوكي؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الرساوة، فعلا فرقت شيء مو بواجد، يعني ما يذكر مرة. الدركسون وأنا واقف صار أخف، إذا جيت ألفونها على مشي 10 كذا بلف مع مدور بعد الرباعي أخف للأمانة. وش بعد فرقت؟ فرقت إنك إذا جيت للنفود تسايف على كيفك، إذا أنت راعي مسايف ومطاير تنبسط. هذه في الدفع الخلفي فرقتها، صار الموتر خفيف نفس. لكن تجي لمي يا عبد الرحمن، أنا شخص تقول تمنيت إنك فاكه من زمان، ردي على هالسؤال أقول عادي لو ما أفكه إلى الآن، لأن فكت أنا بالنسبة لي يا عبد الرحمن ما فادتني مرة. ليش؟ لأن موتري تعرفون محمل مليان دروج وعزب وثقيل عليه الحمل. من يوم أدخل النفود الآن أنا أصقع دبل خفيف من أول، لا بالرباعي، يعني أنا الآن كأني ما استفدت. لو أني راعي جلد فعلا موتر على فلتر وهادورز وذا، بس أنا ما حطيت الفلتر والهادورز، أبي أنطل به وسايف به، أنا بيه مشي روحي في النفود في الرقيات تصير عزمة أفضل من قبل فقط. فإذا صار الموتر محمل ومعطيه أنت الدفع الخلفي وتنطل به وتسايفه وهو محملها الثقل كلها على الكورونا، بدل ما تطق كورونك في 6 شهور يمكن تطق في أول شهر، وفي الأخير ترجع على السواقة. يعني أنا الآن لو يرجع بي الزمن احتمال كبير أني ما أفك الدفع الرباعي، لأني ما أشوف أني استفدت فايدة كبيرة. أفكر زي ما قلت لكم أن العكوس والصوف راح عليها وقت، هذه هي اللي تشفع لي. أنت تعرفون يعني صار موتر قديم ودفع رباعي وكل شيء دور زي ما ذكرت لكم قبل شوي مهيب زينة، ولا من ناحية التنطيل والتسييف موتر محمل ما أنصح يسوي ذا الحركة نهائي نهائي. تقول لي الكورونا ب2000، أوكي ما في مشكلة أدفع 2000، لكن الكورونا والقير ترى سبحان الله قبل إذا فكيتها عن الوكالة ورجعتها ما تبتل، تخرب، ما مثل شد المصنع
وزنيه المصنع ابد. اسالوني يعني امتلكت انا يا شباب 72 سياره، لا والله وصلنا 75، وصلنا 75 سياره. جلس صناعيات الرياض، جلس يعني هالكلام من 10 سنين، يخرب الجير تبتل ما يسلك الا قليل، تخرب الكورونه شهر وان تبتل. احنا ما نبي هالشيء، ولا انا لو اضمن اني بدفع 2000 وتضبط الكورونا معي كانها وكاله، دفعت 5000 مو ب 2000. هذا الموضوع انا بس مو بهذا اللي يعني المساله، يعني وش بلاه 2000 ما 2000، لا ما بي على الفلوس تبتل في ورش. فانا يا شباب نصيحتي اللي يقول والله انا موتري ماشي 300 400 اقول فكه، علشان بس ما يقدر يدور معك اللي قدام ويشغلك بصواف وغاثه وياكل من عمر الموتر وما ادري وش بعد والكفرات. لكن انا ما همني، فكيت للامانه ما استانست مثل ما استانس غيري. غيري ما معهم عزب ولا معهم شو، لا تجي مع الشنطه عزبه ينزلها في البيت، موتر فاضي ما في الا منديل يروح يطامر ويسايف ويكيف اوكي. لكن انا موتري نشوف، ولا خلونا نشوف انا وياكم. طبعا شوفوا عينكم يا شباب، انا فكيت الايات ومساعدات، ترى موتري الان بلد وقفته، ولا انصح اي احد يخلي موتره اذا صار حق بر بلد. انا والله يوم ركبت الفلتر والهدرز وجا الصيف كنت افكهن، ابي الموتر ينسدح شوي، كان من اول يعني مرتفع، ابي اغير في وشته ان شاء الله برجعه. طبعا اتكلم لكم يا شباب عن الحمل. الحمل وش هو الحين؟ شوفوا يا شباب، عندك الان دروج تمام، عندك اللي هو تانكي. الدروج هذه مين فاضيه الحين؟ الادراج هذه لوها فاضيه لها حمل، تخيلوا يعني شوف يعني بين الموتر نازل من ورا، شوفوا كيل ها. فالان ادخل النفود وسايف به، ترى ما بزينه ذي، هذه على طول تبي تقول بالكورونا معك. لكن انا والله سايس الموتر، واذا جدعست بسيطه ما يخالف، بس تبتل تدخل عقب العصر ولا تدخل النفود عقب العصر ولا تطلع الى المغرب و24 ساعه هذه بيخرب معك على طول على طول، ما يبي لها كلام. اللي ما حمل يخرب شجر اللي محمل. فهذه نصيحتي لكم يا شباب، انا اعطيتكم اللي شفته بعيني، والان بسوي لكم تجربه بسيطه من اوفر بسيط نشوف فرق الموتر. ولا انا زي ما قلت لكم يا شباب ما ادخل النفود الا اصقع دبل، لان هي بتلي حفر، واذا دعست بتلي يقول ها تمشي شيء مع سكك اوكي. لكن هذا اللي انا جربته في خلال هالست شهور، واعطيكم المعلومه علشان توضح لكم مره، ما ابي انا احد يتردد، أعطيك الإيجابيات وأعطيك السلبيات عشان تستفيد أنت، لأن كثير الحين أهل بر ومعهم أدراج ومعهم معمود في كل رباعي، إذا شاف الموضوع كذا عاد هو اللي على ما قال يقيم بنفسه، ما أقدر أفرض رأيي، لكن أنا أعطيت وجهة نظري. الآن أبشغل الموتر ونبنجرب أنا وياكم دعسة بسيطة لعيونكم وتشوفون شو الفرق. الصدق إنه يطرب مع الفلتر والهدرز، يعطيك نطلة، يعطي نطلة، لكن مو بهذا الموضوع. أنا يعني الناس يعني انا ما شريت فورشن عشان نطل به وسايف به وطامر بطاطا وسجة العالم وذي، لا انا بي على ما قال تركيبي للفلتر والهدرز يشيل نفسه، والحمد لله شايل نفسه بس ابي زود. الان نجرب حنا وياكم ونشوف. طبعا يا شباب الان بنجرب لكم قياده، بسم الله. الان نفتح الدبه، هذا اللي يفتحها عفوا، نجرب لكم جوا الغماره وبرا. اوف على طول ما يمشي، لازم دبل خفيف. المكان هذا رباط، لازم اعطي الثقيل يا شباب في هالامور، على طول اعطي الثقيل عشان ما تحترق عليك الكلتشات. خلاص امشي معك باذن الله وسايسه زي ما قلت لكم. اهم شيء في سواقه النهود انك تلفلف، والدعسه توزنها وزن تمام، لا تدعس يعني مره هذه تحفر. ها شوفوا ما شاء الله مشى، علما ترى تو مغرز هنا حط الجوال يصور واخرته ما صور، يعني انا يقتلني الجوال اذا قعدت اتعب واخرته ما يصور. الحين طفي الثقيل، خلينا مره بدون دبل اوريكم. بسم الله ما شاء الله، اسمع ان شاء الله فلتر والهدرز نعطيها دعسه ونطلع ما شاء الله. فورشنر نمرة طويلة يعني بالأول 60 الثاني 120، هذه زينة في الخط، النهود مو زينة ما شاء الله تبارك. أبى أحاول أثبت لكم الجوال هنا الآن وأوريكم القيادة من برا. بسم الله
نهاية المقطع إن شاء الله أني قدمت لكم معلومات، والعلم معكم أنتم مو معي، فأنت على ما قال شفت المقطع شوف اللي يناسبك من اللي قلته وعرفت اللي يضر واللي ينفع. والله يوفق الجميع. تبي تسمعوا الصوت؟ يبي رأيكم أبي أحط المايك هنا علشان تسمعون القاطع. الموتر زعلته اليوم، لكن علشانكم والله ودي اوضح لكم. بواجد يبون قواطع ولا والله اني من برعد الحركات ما تهمني ابد. اي أيوة والله. وهذا نهايه المقطع، وان شاء الله نحن قدمنا لكم شيء ينفعكم. والله يوفقنا وياكم يسهل امرنا وياكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله. وانتظروا مقطع السبارك باذن الله، تغطيه بسيطه ومراجعه بسيطه للسبارك، وش فيها ما فيها وش اموره كم سعرها وش تودي ما تودي ذا الصغنطونه ذي. الله يوفقنا وياكم، ولا تنسون تجونا في السناب. الله يحييكم، في امان الله يا حبايبي.